منزلة من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن هواه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصينا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. لذا لا يفوت أن نتكلم عن مدينتنا التي فيها معاصينا، وهذا من الدين. هذه المدينة التي توقف الزمن عن كل مشاريعها كما توقف عن أهل الفتح. تغيرت الأحوال في كل مكان، وتشددت الأمور مع مرور الأيام، إلا حال مدينتنا، فما بدأ هدمه بقي مهدما، وما حفر بقي محفورا، وما بقي كما ألا يستحق سكان هذه المدينة أن يمشوا على طريق معبدة وأزقة مرصفة؟ ألم يحن الوقت أن تغيب الكفر عن أعينهم وتسلم أقدامهم؟ ألا يستحقون متنزهات يجدون فيها متنفسا لهم ولأبنائهم؟ ألا يستحقون أن يروا حدائق ذات بهجة تجعلهم يتخلصون شيئا ما من القلق والتوتر؟ ألا يستحقون ما ناله الناس في أماكن أخرى؟ إن من يقف حجر عثرة في طريق التقدم بهذه المدينة إنما هو خائن للأمانة، يتحمل مسؤولية فعله أمام من حملوه إياها في الدنيا، ويتحمل مسؤوليتها بين يدي ربه في الآخرة. إن تحمل مسؤوليات الشأن العام في حاجة إلى رجال، في حاجة إلى مخلصين، في حاجة إلى من ينكر ذاته لا إلى من يبحث عن ذاته، في حاجة إلى من يحمل هم سكان هذه المدينة. فكيفما كانت المشاكل يجب أن تحل لتفكير العقلاء، وكيفما تعقدت المصادر فإنها تصبح بسيطة إذا حسنت النيات وطهرت القلوب من التضاد والمؤامرات. إنها لأمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. فليسمر الجميع من أجل النهوض لهذه المدينة وإصلاح كل ما فسد، فالرجوع إلى الصواب خير من التمادي في الخطأ. ولنعلم أننا في زمان أصبح فيه الأعمى يبصر والأصم يسمع والأبكم يتكلم، وأصبح فيه الأمي مثقفا، فلم تعد الحيلة تنطلي على أحد ولا الخداع يقلب الحقائق، فكل الأمور واضحة مقروءة بل محللة مشروحة. فالرجوع الرجوع إلى الحق لتبرئة الذمة مما علق بها من مسؤوليات قبل أن تحضر ساعات الممات، ولا ينفع وقتها ندم ولا إسكار العبرات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا.